السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض الزلابية او العوامات بطريقة سهلة جدا. اول حاجة معانا 4 مجات دقيق او نص كيلو دقيق. النص كيلو بيطلع حوالي 4 مجات ناقصين حبة صغيرين. لكل 4 مجات دقيق معلقة كبيرة خميرة فورية او قطعة خميرة بيرة حجم عين الجمل، ومعلقتين بودرة كاستر، او لو ما عندكيش بودرة كاستر نشا، بس الكاستر بيديها لون اصفر زي بتاعة المحلات. وهنا نص كيلو الدقيق. هنعمل الخميرة مع بعض. الخميرة هنا معانا معلقة الخميرة الكبيرة، عليها ربع كوباية مية، عليها معلقة سكر كبيرة، وبنقلبها وبنسيبها حوالي 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق هنضيفها للعجينة، وهنحط هنا ذرة الملح، وهنضيف معلقتين الكاستر، معلقتين كبار كاستر، بودرة كاستر. هنقلب بودرة الكاستر مع ذرة الملح مع الدقيق كويس، والخميرة دي كده انا سايباها 10 دقايق. وهنا بعد ال10 دقايق هنضيف الخميرة. طبعا الخميرة بتاعتنا هتكون عملت فوران معاكي كده، هتلاقيها رفعت، شايفين الفوران؟ وانت بتقلبيها هتلاقيها عاملة فوران. هنقلبها وهننزل بأول حاجة مج مية، مج مية، وهنقلب. بعد كده هننزل بمج الا ربع، مج الا ربع، عشان احنا حطينا ربع للخميرة، كده يبقوا مجين، كده يبقوا مجين. ولازم تعرفي يا حبيبتي هنا ان المية بتكون نص الدقيق، يعني 4 مجات دقيق بياخدوا مجين مية. وهنقلب وعجينة الزلابية لازم تتخدم كويس، يعني لازم تفضلي تعجني فيها كويس سواء بإيدك أو بالمضرب كده، تاخد حوالي 5 دقايق تقليب كويس. وما تستعجليش في حط المية، ممكن تحطي مج ونص وتشوفي العجينة بتاعتك، لأن طبعا انت عارفة كل دقيق بحسب بياخد حسب نوع الدقيق بتاعك. وبنفضل نقلب فيها كده، هاتي 5 دقايق. كده انا العجينة بتاعتي اخدت المجين المية، مش محتاجة مية تاني، انا شايفة ان القوام بتاعها كده كويس. ودايما وانت بتعملي الزلابية تعرفي ان الدقيق بياخد نصه مية، يعني 4 مجات دقيق بياخدوا مجين مية او اقل. شايفين القوام بتاعها؟ وعلى فكرة عجينة الزلابية ما بتبقاش خفيفة زي ما انت متخيلة، يعني لا، العجينة بتبقى متماسكة شوية علشان هنسيبها تخمر. شايفين القوام بتاعها؟
تبقى نازله كده زي الشريط، تبقى نازله كده زي الشريط، زي عجينه الكيكه كده. وبنقلب فيها كويس. وليه هي ما بتبقاش خفيفة زي ما احنا متخيلين؟ ان عشان هي بتخمر، وبعد ما بتخمر كمان بتفك العجينة، كمان بتفك اكتر، فبتطرى معاكي ازيد كمان، يعني بتطرى معاكي كمان شوية، فلازم تتقليها شوية علشان تعرفي تتحكمي فيها في وانت بتقطعيها وانت بتشكليها. وكده وكده احنا خلصنا العجينة بتاعتنا، هنسيبها حوالي نص ساعة تخمر. شايفين القوام بتاعها كده كويس؟ وقلنا اهم حاجة فيها التقليب الكويس، لازم تكوني مقلباها كويس ومديها حقها في العجن. وكده خلصناها، اهي بقت مظبوطه. وبودره الكاستر، معلقتين بودره الكاستر، كل نص كيلو بتحطي له معلقتين بودره كاستر او معلقتين نشا، بس معلقتين كبار بمعلقه الاكل او معلقتين نشا بس. بودرة الكاستر الحقيقة بتديها لون جميل خالص. وكده احنا عجننا الزلابية بتاعتنا، وكده انا هغطيها وهسيبها تخمر حوالي نص ساعة. نص بعد نص ساعة هوريكم هنعملها ازاي بقى، هنقليها ازاي. وكده يا حبايبي بعد نص ساعة رجعنا، شايفين الخميرة العجينة بتاعت الزلابية عملت ازاي، رفعت وملت الطبق بتاعها كده، وهنبتدي نعملها مع بعض. اول حاجة يا حبايبي تحط الزيت على النار وتسيبيه يسخن وتوطي عليه، بعد كده ايدك تكون نظيفة ومفيهاش اي مية، لازم تفضي الهواء اللي في العجينة، لازم تفضي الهواء، كل الهواء اللي في العجينة تفضيه كده. وتلمي العجينة بتاعتك كلها كده، كده لازم تفضي الهواء بتاع العجينة كله عشان نبتدي نعمل ايه، هنبتدي نقليها. وهوريك هنقليها ازاي، هنروح على البوتاجاز، احنا حطينا الزيت يسخن. واهم حاجة وانت بتعملي الزلابية ان انت تفضي الهواء، كل ما يتلاقي العجينة رفعت منك تفضي الهواء اللي فيها، يعني كل ما تقلي طاسة تفضي الهواء اللي في العجينة تاني، تعجنيها تاني كده، ما تخليش فيها اي هواء، عشان هي اول ما هتنزل الزيت هتلاقيها ابتدت تاخد الهواء بتاعها، ترفع تاني الخميره بتاعتها هتشتغل تاني. وهوريكم ازاي هنقطع العجينه. وكده يا حبايبي انا موطيه على الزيت، الزيت بتاعي سخن، وطيت عليه خالص، اوطى حاجه عندك في البوتاجاز لحد ما تقطعه وتملي الطاسه، بعد كده هتعلي النار عادي براحتك. ومجهزه الشربات طبعا بتاعي على العين اهو، التانيه خلص من بدري وطفي عليه. الشربات بتاع الزلابيه عباره عن كوبايتين سكر عليهم 3 كوبايات ميه، كوبايتين سكر عليهم 3 كوبايات ميه، وعصره ليمونه. وبعد ما يغلي بعد الغليان ياخد 5 دقايق بعد الغليان، يعني تسيب الشربات بتاعك يغلي، اول ما يغلي كويس تروحي موطيه عليه النار وتخليه 5 دقايق على نار هاديه. اول ما يغلي كويس توطي النار وتخليه 5 دقايق على نار هاديه، وهنا بتعصر الليمون او بتحط ذره ملح الليمون. وبعدين بعد ما بيبرد خالص بتحطي كيس الفانيليا، بعد ما بيبرد بتحطي كيس الفانيليا. وهنبتدي بقى هنا نقطع مع بعض، هوريكم هنقطع ازاي. يا حبايبي بنجيب حبه زيت في كوبايه كده، وبنحط فيهم المعلقه بتاعتنا. ايدك اليمين دايما اللي هتعملي بيها تكون هي اللي ما فيهاش عجين، ايدك اليمين اللي هتعملي بيها ما يكونش فيها اي عجين. المعلقه اهي كده بكوبايه الزيت، بحبه الزيت. ايدي الشمال هي اللي هتقلب العجينه، قلنا لازم نقلب العجينه اول ما نيجي نقطع، لازم نقلب العجينه. وبنعمل ازاي، بناخد كده، شايفين يا حبايبي، بناخد كده ونحط في الزيت اهو،
ايدك هنا صباعك ده هو اللي بينزل، صباعك ده هو اللي بينزل، انت بتاخدي كده بتضغطي في العجينة كده اهو، وصباعك ده هو اللي بينزل كده. اوريكم تاني، ايدي اهي في العجينة، ايدي الشمال في العجينة، باخد منها كده وانزل بايدي دي كده، وانزل بالصباع ده هو الكبير. وكل شوية ما تنسيش ان انت تقلبي في العجينة، ما تخليهاش تعمل طفور معاكي او تخمر تاني كده اهو. وانا موطية النار اوطى حاجة، الزيت بتاعي سخن وموطية النار. وهكمل قلي وهملى الطاسة بتاعتي، واول ما هتاخد التحميره هوريكم هنعمل ايه، هننزل فيها بالشربات ازاي. وكده يا حبايبي الزلابيه معايا عندي على النار، النار واطيه خالص، قلنا النار اول حاجه سخنا الزيت، بعد كده النار واطيه خالص، وهقلب عادي في الزلابيه بتاعتي. التقليب دوت هو اللي بيخليها كلها تاخد اللون الذهبي. وما تقلقيش ان اول طاسه مثلا معاكي اول واحده اول واحده حطيتيها اخدت اللون الاحمر بسرعه، لا وانت بتقلبي كله هياخد اللون مع بعض. وكده هعلي النار بتاعتي شويه صغيرين على نار متوسطه. ما تستعجليش وانت بتقلي الزلابيه، تاخد حوالي 3 دقايق عشان قلبها من جوه ما يبقاش عجين، تاخد حوالي دقيقتين ل3 دقايق على نار متوسطه. كده يا حبايبي شايفين الزلابيه بتاعتنا اخدت اللون الذهبي كده، ومن الطاسه هنا كده على الشربات على طول كده. وما تقلقيش سيبي الشربات، سيبي الزلابيه في الشربات كده لحد ما تقطعي الطاسه الثانيه، سيبي الشربات الزلابيه في الشربات كده لحد ما تقطعي الطاسه الثانيه. الشربات بتاعنا طبعا بارد والزلابيه سخنه، هتمتص بقى هي وهتبقى جميله يعني معاكي، هتشوفيها دلوقتي. كده يا حبيبي هنقطع الطاسه الثانيه، هنعمل ايه؟ اول حاجه قلنا هنخلي نطلع اي هواء في العجينه، وبتبلي بتخلي صباعك الكبير دوت، بتخلي صباعك الكبير دوت في زيت مع المعلقه، وبتاخدي كده. وحجم الزلابيه ده بيبقى على حسب ما انت عايزه، حجم الزلابيه بيبقى على زي ما انت عايزه، عاوزه تكبريها عاوزه تصغريها، اهم حاجه شايفين انا بعمل كده وبخلي العجينه تطلع من بين صوابعي كده. كل ما احس ان هي ابتدت تلزق بنزل في الزيت، في الزيت البارد اللي عندي تاني. وقلنا النار عندنا نار متوسطه خالص. الزيت اللي في الصباع، الزيت اللي في صباعك وفي المعلقه هو اللي بيساعد ان العجينه تنزل معاكي بكل سهوله. وطبعا قلنا كل شويه نطلع الهواء اللي في العجينه. وهخلص الطاسه وارجع لكم. وكده يا حبايبي اهو انا حطيت هنا، خلصت الطاسه بتاعتي وسايباها على النار هاديه، وهنا ادي الشربات مقلبه كده، تديلها تقريبا يعني لو في الشربات ما تستعجليش عليها، تطلعيها حوالي دقيقتين كده وتروحي مطلعاها.
انا كده هطلع. هنرجع للصواني بتاعتنا، هنقلبها كده اهو. وما تقلقيش لو اتنين شبكوا معاكي، هما اول ما بيتشدوا بتلاقيهم انفصلوا عن بعض لوحده. كده يا حبايبي شايفين لونها، لونها كده كويس. هنزل على طول فيها بالشربات. هديها تقريبا وهسيبها في الشربات لحد ما اعمل الطاسه الثانيه. كده يا حبايبي انا هقطع الطاسه اللي هي هعملها بسكر. قلنا لازم العجينه كل ما تيجي تقطعي تديها تقليبه، كل ما تيجي تقطعي تديها تقليبه. وكده يا حبايبي انا خلصت، هحط هنا على ده كده سكر بودره. وعلى اللي هي المشربات هقص الشوكولاته. وكده يا حبايبي نكون خلصنا الزلابيه، وجربيها وبألف هنا.